السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي قلبي وياكم ليث مقعد كل العاب ورجعنا لكم بفيديو جديد بالقناة. وفيديو راح يكون يوم عن لعبة هارت اوبس والحلقة الثانية والفيديو الثاني عن اللعبة. طبعا الفيديو الاول عن اللعبة جاب تفاعل حلو بالقناة، تربي يسعدكم ما قصرتوا، وان شاء الله هذا الفيديو اتمنى يكون تفاعل حلو واقوى من ذاك التفاعل السابق يا شباب. طبعا المئة في اللعبة انا شرحت عليه اللعبة بالفيديو الاول، لكن بس انه اذكر اللعبة بشكل سريع من جديد. لعبة اونلاين FPS، موداتها مودات تيم ديث ماتش بأطوارها مجتمعة. لعبة مجانية موجودة فقط على منصة ستيم حاليا، جرافيك جدا عالي، تمتاز بالقوة بالفايتات المواجهات، الموشنات مالتها جميلة جدا، خرائط بها كثيرة، يعني خلينا نقدر نقول لعبه كامله متكامله، فقط ناقصها طور الباتل رويال، لكن ان شاء الله بينزل بها البطل. اللي تقول ليش ان شاء الله؟ لان مالينا من سالفه باتل رويال، اريد لعبه يعني كافي. خلونا باتل رويال، كل الالعاب تصير باتل رويال، خلونا نبيش العاب على الاقل تحافظ على مستواها. طبعا يوم راح يكون الفيديو مالتنا شباب عن طور الجان، هذا الطور راح نلعبه بهذا الفيديو ونجربه وياكم الشباب. وان شاء الله يعجبكم هذا التطور. طبعا اللي يحب يضيفني باللعبه هذا اسمي ليث واي تي، واتشرف بالجميع ونسجل لهم فيديوهات، ما عندي اي مشكله تضيف عن طريق الاضافه من الاصدقاء اسفل الشاشه، وتضيف الاسم ما تقدر تدخل وياي وندخل ونسجل فيديوهات. ما طول عليكم مقدمه شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس، وخلنا ندخل ونجرب مود الجان يا شباب. اوكي يا شباب، ولا الدنيا والله والله. ايوه تعليق من البداية، السلام من بداية تعليق. اويلي اوكي لونج شوت، السلام. طبعا كل ما نقتل واحد يحاول لنا سلاح ثاني، وهذا مود الجن جدا راقي. بس اوت تم إشارة. اوه واصل الاي كي هذا، ينعم بليس واصل الاي كي، انا عندي يو ام بي. وقع هذا هذا عبيط. ابلع. اوه بلعت. يد. ولع الدنيا وربي. شت حول سلاح سكار يا الهي. اوف منطقة صغيرة جدا. لا 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 ايم 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 ضار ايم ضار ايم ضار. مستحيل ابو الارس. اي سلامات. وقعت بالسكار.
واحد فوق. لا طلع راسك من هنا. يا عمري بيت 19 بي 19 الثانية. كيف هيك هيك شوت بسرعة؟ بسرعة هيك شوت وقتها. لا 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 ايش سويت اني؟ والله تيهت هنا ابليس. اوقف 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 هدي 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 صل على نبيك هدي. اخ بالاي كي ام ام ضاع. ولك ابو سد زير معي اخر شيء بالسكين طبعا توصل. انا ليش احول السي؟ ليش ادوس السي؟ طلع طبعا الدم انا ناسي ادوس السي ماخذ حاصل فاصل على سالفة البوبجي. والله والله انت اوف وكان والله مسدس والله انه بطل. طيب ساد يا موت فانا مره مسدس لازم بالله قهر حمد ستسي. لا اله الا الله لا اله الا الله ياسين عندي. شو الوضع البيض مالتي انا هذا؟ اوف السي ليش بطل السي؟ كل هذول وصلوا للمسدس وصلوا للمسدس. هسه احتاج السي. يا عمري اي هذا شغل زين. اي ليث هيجي اوكي امور لوز صاني ماشين جان. نيو ليفل وقف 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 يا صديق. لا 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 ولا تاجينا صلي على نبيك صلي على نبيك اصبر لي. يا اخوي والله ابلع just die. Thank you.
مولع الدنيا والله. الله دخلت. ما عندهم مصل للسكين. اه والله فاز واحد، والله فاز بيهم. شات وصلت القناص، يلعب ليس قناص بيض. والله مود حلو شباب صراحة، مود الجن يعني جن جيمز جدا جميل المود هذا. حصلنا تشيست صندوق 13 كل عندي هيت شوت، يعني امور لوز ديفيت اوكي ما عندي اي مشكلة يعني بسالفة الديفيت. ليف ماتش ما احتاج حاليا نلعب جيم لاخ، ما يطول الفيديو كان عليكم مطول جدا، لكن امور تمام. انفنتوري نفتح الصندوق يا شباب، اوبن اوه حلو، اعطانا سكوب. اوكي لا باس بالسكوب، نقدر نستخدم السكوب اي كي. اوكي الامور تمام. اوكي شباب شفتوا المود هذا، هو مود الجان جيمز جدا جميل. يعني انت تلعبها كل ما تقتل واحد مثل اللي يلعبون مثلا العاب اخرى، خلينا نشبه مثلا ببجي. ببجي مود عندكم طور بالمستودع، هو مكتبه، طور المكتبه حتى كل ما تقتل واحد يعطيك سلاح، الان توصل اخر شيء سكين نفس هنا أنا. تقتل بيه تفوز بالجوله، لكن الجرافيك جرافيك شيء ثاني خيال. ان شاء الله الفيديوهات القادمة عن اللعبة حتكون عن مودات الباقية، نلعب ان شاء الله الفيديو القادم عن اللعبة باذن الله. اذا اكو تفاعل ويا اللعبة وحابين انه نكمل بيها راح نكون عن التيم ديث ماتش، او عفوا عن فري فور اول او ديث ماتش يسموه، راح يكون الفيديو القادم عن هذا المود باذن الله. ان شاء الله عجبتكم اللعبة الشباب، رابط اللعبة ان شاء الله حتكون بالتعليق المثبت وموجودة بالستيم مجانا اللي يتحملها. حجم اللعبة تقريبا 10 جيجا على البي سي. اشوفكم في الفيديو القادم، مع السلامة.